الحقيقة أن الأسرى في هذه الفترة أقول إنهم في حالة توحد في اتجاه مواجهة إجراءات إدارة الاحتلال في السجون، ويعني آمل يعني أن تحل الأمور ويتم الاستجابة إلى مطالب المعتقلين المحقة حتى لا تنفجر الأوضاع في المستقبل القريب في داخل سجون الاحتلال. الأسرى طبعا يعني جزء من شعبهم الفلسطيني، عندما رأوا أن الانتخابات هي عبارة عن ممر إجباري نحو المصالحة، والمصالحة هي الهدف الأساسي للأسرى وللشعب الفلسطيني، هم دفعوا هذا المسار وهم يدعون إلى إجراء الانتخابات وإلى إكمال الانتخابات بكل مراحلها، لعل هذا يكون إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في اختيار ممثليه واختيار قياداته وبناء النظام السياسي على أسس من الشراكة والديمقراطية. أيها المواطن الفلسطيني، لا تضيع صوتك، اذهب وأعطه للأصلح، للذي تعتقد أنه يحارب الفساد ويواجه المفسدين، وفي نفس الوقت أيضا يحافظ على قضيتك. نحن أبناء قضية سياسية، نحن كما قال الشاعر، نحن قوم قد سلبنا الوطن، نحن في عري وآلام وجوع، فلذلك يعني احنا أصحاب قضية سياسية، كما أننا أيضا عندنا مطالب متعلقة بمواجهة الفساد ووقف التدهور الحاصل في المشهد الفلسطيني وفي الساحة الفلسطينية. نحن بحاجة إلى أن نعمق هذا المسار، مسار الوحدة، لأن إذا لم ينجح مسار الوحدة وإنهاء الانقسام، فنحن لا قدر الله نذهب باتجاه انفصال، وهناك من يريد لهذين الجناحين أن ينفصل عن بعضهما البعض، ألا وهو الضفة الغربية وقطاع غزة. لذلك أنا أطالب الجميع، كل أبناء الشعب الفلسطيني، أن يعمق مسألة يعني الانتخابات، وأن يذهب بجد نحو هذه الانتخابات. وإذا كان هناك تلميحات لإمكانية يعني تأجيل الانتخابات، فأنا أقول لا، يجب أن نعطي الشعب الفلسطيني حقه في اختيار ممثليه، وكفى للاستبداد، وكفى للإقصاء، وكفى للفساد، وكفى للاستخذاء تحت سياط الجلاد المحتل المستعمر.